اهلا بيكم مره تانيه في الماتش. نجم كبير من نجوم الكره المصريه، شخصيه كمان، وبيتكلم كويس قوي، بيدرب كويس قوي، واجهه بشكل كبير كمان، ويحبه جمهور النادي الاهلي كمان بشكل عظيم، وهو نجم الكره المصريه ونجم نادي الاسماعيلي والاهلي السابق، الكابتن شريف عبد الفضيل. كابتن شريف، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا هاني، متشكر جدا طبعا على الكلام الجميل ده، وبعيدا عن كل ده انت كنت وحشني جدا، وانت ومبسوط كمان. ان انا معاك النهارده. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله والله كويس؟ زي الفل الحمد لله. كالعاده طبعا لازم اقول على الشياكه اللي انا بحبها فيك دي يعني، لكن ابارك لك على تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا، وبطوله جايه بصعوبه، وسبحان الله كل بطوله بتيجي بيبقى ليها طعم مختلف عن البطوله اللي قبلها او عن التتويج اللي قبله، والبطوله دي كانت ليها مذاق خاص عند جمهور الاهلي. طبعا في البداية مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لمجلس الإدارة، اللي أنا بعتقد أن نجاح البطولة دي هو رقم واحد مجلس الإدارة. طبعا الجماهير رقم واحد، ولكن رقم واحد إداريا وتنظيميا وكل حاجة، رغم الضغوطات والأجواء الفترة اللي فاتت والصعوبات اللي واجهت مجلس الإدارة الحالي ده، حاجات كتيرة جدا يا هاني. يمكن أنا كنت عايش طبعا جوه النادي فترة مظبوط. كبيرة، وعارف الصعوبات والضغوطات الكبيرة جدا على مجلس إدارة، ورغم إن هو حقق إنجازات على جميع الألعاب الفردية والجماعية بالذات في الفترة الأخيرة دي يعني، فتحية ليهم كبيرة، وطبعا تحية لمجلس الجهاز الفني بالكامل واللاعبين على نهاية الفصل الدرامي الكبير قبل المباراة الأخيرة دي. أيوه، كانت مباراة يعني أنا شايفها من اصعب المباريات تتعبها، انا لعبت في الملعب الوداد ده كتير طبعا هاني، صعب جدا تطلع هناك ببطوله، صعب جدا. انا بكلمك نادي الوداد، انا عارف انت لو كلمتك بقى في الكواليس اللي بره الملعب كمان صعب جدا. احنا طبعا قعدنا نتكلم حوالي اسبوع على الحكم بس، تمام، الحكم في كواليس في الممرات جوه، اللعيبه طبعا احنا كل الحب والموده بيننا وبين الوداد الشعب المغربي، وطبعا احنا ده بنتكلم بس في تفاصيل الرياضه، مفهوم صح؟ يعني كل كلامنا جوه المستطيل الاخضر، لا اكثر ولا اقل يعني. فكلمك في تفاصيل يعني ضغوطات من كل يعني، حتى لدرجه ان انت وانت نازل ملعب تلاقي ناس سوري يعني بتخبطك، يعني في حاجات صعبه جدا، وبدليل ان انت الماتش ده ما كانش فيه كوره خالص فنيا يعني، ما فيش كوره خالص ولا من هنا ولا من هنا. هو شخصية لعيبة، قدرات لعيبة، هو بيلعب على ازاي يخرجك انت بره الجيم، تتشتت ازاي اي حاجة غير الكورة، تفاصيل هو استخدم جميع الوسائل مع الحكم. كان في بداية المباراة متوتر، وكان جاي عليك لدرجة ان الجون الاولاني بتاع الفاول اللي احتسب علينا من علي معلول هي ما فيهاش اي حاجة. لو خدت بالك انا بكلمك على اونجم، قطع الكرة علي في اتجاهه هو، اتحسبت فاول، فجي جون بدري في ماتش زي ده، ضغط جماهيري باعلام بجماهير بضغط جماهير مع حكم، كل كوره هاني وانت رايح مثلا بتهاجم حكم يصفر، حكم يصفر، كل ده عشان كده لو تاخد بالك حسين الشحات خرج بره الجيم بدري شويه، هاني خرج شويه، كان مره ياسر، مره عبد المنعم، حمدي فتحي شويه، حمدي شويه، كل ده هو عايز ده. هو عايز يوصلك لدي، هو مش عايز يلعب كوره، هو عايز ياخدها بالطريقه انا جبت الجول، هو ما الماتش يخلص بقى هاني، هو ما كسبناش غير كده. شمال افريقيا صدقني احنا نلعب احسن كوره مع الافارقه، الفرق يعني اللي هي الافريقيه. زي انا كان نفسي نقابل صن داونز في النهائي، هنلعب كوره وجيم مفتوح، كنت هتتفرج على كوره حقيقيه بجد. بس كانت احتمالات خسارتك ممكن تبقى اكتر. لا 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 خالص، لا خالص، ده هو هيبقى متخوف اكتر، وانت هتبقى متحفز اكتر لرد الاعتبار، مفهوم، لرد الاعتبار، ومش اي رد اعتبار طبعا، انت كسبتني خمسه وانا ازاي هرد لك اعتبار انا ككبير افريقيا خلاص في النهائي، هعرف ازاي اشوف انت كسبتني خمسه وانا معاك في النهائي واخد منك البطوله، واخدها منك. الاهلي كان رد اعتباره بعد الخماسيه بتاعه 2019 لما اقصى سان داونز في النسخه اللي بعدها، لكن كان وده كان مخلي الناس تقول طب تعالوا لنا النهائي بقى، لكن لما جه الوداد خلال الاسبوع اللي بعد ماتش الذهاب ال 2-1 دي، انت كنت شايف الماتش ده المفروض يتعامل يتم التعامل معاه ازاي؟ وهل الهدف اللي جه في الدقائق الاخيره ده في ماتش الذهاب كان محبط بالنسبه لك زي ما كان محبط للعيبه في الاهلي واتكلموا عليها، وشفنا فيديوهات لبعض الماتش بيتكلموا ولاعيبه الوداد احتفلوا بالهدف، انت تعاملت مع ده ازاي كاهلاوي كبير؟ هقول لك، انا في كان عندي ميعاد مع كابتن الخطيب في النادي في النادي الاهلي في الجزيره، ودخلت على بعد الماتش، بعد الماتش على طول، كان في ميعاد بيننا يعني، تمام، فتاخرت انا على الميعاد، فالمهم يعني رحت متاخر، فلقيت الكابتن مجتمع كان في الملعب ساعتها مع كابتن سيد عبد الحفيظ مع اللعيبه
مع بعض اللاعبين، وبقيه اللعيبه كانت بتعمل استشفاء تحت. ايوه انا دخلت الاوضه كان قدامي عبد المنعم وياسر ابراهيم وحمدي فتحي، مش فاكر في اثنين ثلاثه كمان. قلت لهم انتوا مالكم؟ انتوا يا ابني انتوا كسبانين. قمه حزن وتنشنه، لان كان سهل يا هاني تخلص البطوله في الماتش صح. ده. هو الموضوع كله ان اللعيبه كان سهل ان انا اخلص وما صعبهاش على نفسي. ايوه خلي بالك، ما هي البطوله مش هتيجي بالسهل، لازم تبقى صعبه. حقيقي مفيش حاجه سهله، ده نهائي ده كمان. نهائي. فدايما هو ربنا بيقدر الاسباب، خلي بالك ونعم يعني. بالله. فالنقط دي والحاجات التفاصيل الصغيره دي هي دي اللي البطوله لو سهله مش هتحس بقيمتها. على فكره صح. احنا في بطوله خدناها كايزر تشيفز، كايزر تشيفز دي، ايه ده ولا حاجه. منسيه اصلا في النص، بالظبط العشره كده، دي منسيه ما عدت بين كده التاسعه بسرعه، وال 11. عدت بسرعه. صح. فحلاوه البطوله دي في صعوبتها، فهي اتصعبت عشان انت تحس بقيمتها. فطبعا قيمتها، انا لما دخلت الاوضه بتكلم مع محمد، كان عبد المنعم وياسر ابراهيم وحمدي، قلت لهم مالكم؟ انتوا بتهزروا؟ انت يا ابني انت وانتوا كسبانين. في يا عم هاني، وكان حسين الشحات وهاني، لقيتهم خارجين برضه. كان المجموعه دي بتعمل استشفاء في الوقت ده، لان كان تاني يوم الماتش على طول. قالوا يا كابتن احنا زعلانين عشان كان الماتش في ايدينا وممكن نخلصه. قلت له لا، انسى انسى. ويمكن الحمد لله يمكن في كواليس كتيره جدا لبعض اللعيبه قاده الفريق اتكلموا صح في النقاط دي كلها صح بتفاصيلها، ازاي الاصرار والعزيمه وان احنا لسه عندنا فرصه تانية، كل دي اتكلموا فيها. فانا بكلمك ان الموضوع كان عند اللعيبه، لا كان محبط جدا. ازاي تخرج اللعيبه ده من الحته دي؟ ده كان دور بقى الاداره. شفت الكابتن محمود الخطيب كان تاني يوم موجود مبتسم، خدت بالك طبعا من مظبوط اللقطه دي؟ صح. تاني يوم كان متواجد في التتش ايوه مبتسم. ده دور الاداره. الناحيه الفنيه بقى، المدير الفني لا كان ليه دور كبير، وبان اكتر في الشوط التاني في الماتش اللي هناك. ازاي؟ بتغييراته ولا ايه؟ لا لا لا، بالهدوء اللي اللعيبه نزلت بيه. الشوط التاني، الشوط التاني بالذات، لو تلاحظ بعد الشماريخ ما عملوها والملعب بدا يغيم، شبوره ايوه كبيره، والماتش وقف شويه. الماتش وقف، ولاعيبه الوداد طبعا بيستخدموا الاساليب بتاعتهم في الكوره، تضييع وقت، خناقه، لعيب يمسك الكوره وينام بيها، وحكم يسيبه. احداث بجد انا ما شفتش، يعني مفيش كوره. انا اصلا انا مريت بماتش اصعب من ده، اللي مايكل هو امرام ترجي. دخل في اول الماتش مايكل انرامو بايده، وبعدها بخمس دقايق بركات اتطرد. ايوه يعني مظبوط. انت عايز اصعب من كده ايه؟ صح. احنا ما فيش هاني كوره كنا بنعدي نص الملعب، هنعدي نص الملعب تيت الحكم يوقف اللعب. نروح للحكم ده توقف، بالمناسبه يعني مش فاكر اسمه ايه، يعني توقف خالص. ده توقف مدى الحياه، جوزيف لامبتي توقف. اعتقد جوزيف لامبتي لو نفتكر برضو ده يا توقف، جماعه. ده كارثه. الغاني اعتقد ده مش طبيعي يعني. فانا بكلمك يمكن اللعيبه الحمد لله، ده الدور الفني اللي بقول لك عليه مستر كولر بقى، العوده، العوده للعيبه ازاي يقرر نفسيا وذهنيا، ازاي عمليه، ازاي اخش بنشوطين في الحاله دي وخلي اللعيبه ترجع تاني. خلي بالك لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره، صح، كلها لعيبه منتخبات، صح، كان ديانج ولا علي معلول، مظبوط، خارج اطار مصر داخل مصر في المنتخب بتاعنا، كل لعيبه قوام النادي الاهلي منتخب. زيارات زي الزياره اللي انت عملتها سواء كانت عن قصد او بالصدفه، يعني وانت رايح اجتماع، زيارات برضو لنجوم سابقين، شفنا وائل جمعه قبل كده، بيبقى ليها تاثير على اللعيبه، بتحس ان هي بتنقل لهم قدر من الثقه من لعيبه عاشت الاحساس ده وتوجوا ببطولات قبل كده؟ طبعا طبعا. يعني انا لما كنت لعيب كان بيجي لنا، ساعات كابتن شوبير كان بيجي، كان ساعات مجدي عبد الغني كان بيجي، مجدي طلبه كان بيجي، كل الناس دي كانت بتيجي، وغيرهم طبعا عشان ما انساش حد من الاسامي بتاعت اللعيبه الكبار. لا كان ليها دافع كبير جدا، ليها حافز كبير جدا. انا بقول لك انا لما دخلت الاوضه انا اتضايقت، قلت لهم لا فوقوا، انتوا كسبانين. ايوه انت بتروح هناك عندك بتلعب على المكسب بنقطتين، انت بتتكلم في تفاصيل. ايوه انا لو اتعادلت باي نتيجه انا كسبان، مظبوط، خلاص خسرت 2-1 انا في الجيم. ايوه خلاص اي تعادل اي مكسب ليك انت خلاص كسبت. فكل دي تفاصيل طبعا اتكلمت معاهم في النقط دي كلها، فدي حاجات تحفيزيه كلها. بالعكس اللعيبه انتعشت، ولا يا كابتن ان شاء الله، شو بقى ردود؟ ايوه لا ان شاء الله يا كابتن هنعملها، ان شاء الله بتاعتنا. صح. بص بقى، صح، الشغل النفسي لا يقل ابدا اهميه عن الشغل الفني. لعيب الكوره صح، معلش يعني زي مثلا ما تجيب مسرح كبير، خلاص مسرح وفنانين كبار جدا، وتوقفهم على المسرح بيعملوا لك مسرحيه ومفيش جمهور. ايوه صح، فاهم قصدي ايه؟ حاله الكوره المصريه وصلت لمرحله كانت كده. ده النقص اللي كان عندنا احنا، مهم جدا نفهم يعني ايه جمهور في كره القدم.
احنا معلش يعني العراق وليبيا الناس بتدخل جماهير في عز عندهم مشاكل يعني أيه. نتمنى ربنا طبعا يفكها على كل طبعاً الناس يا رب. الامن طبعا يعني بيحاولوا طبعا على قد ما يقدروا كل التفاصيل دي، فان شاء الله يبقى الوضع احسن عندنا. طيب. يعني هتكلم معاك عن الاهلي كمان شويه بتفاصيل ادق يمكن على مستوى مستقبل الفريق يعني، وعن كولر نفسه ومقارنه يمكن بتحصل مع جوزيه حاليا. لكن هتكلم عن اجتماعك مع الكابتن محمود الخطيب، هل ده كان الاجتماع اللي بيه خلاص انت خلصت مرحلة بعد 5 سنوات في قطاع ناشئين النادي الاهلي منهم 3 كمدير فني في الفرق المختلفة لحد 2001 الفريق اللي تحت الفريق الاول، هل ده كان الاجتماع اللي انهيت بيه هذه المرحلة ولا كان ايه تفاصيله وازاي حصلت المرحلة دي كابتن شريف؟ الحمد لله يمكن انا طبعا بعد الحمد لله 6 7 سنين لعيب كورة في النادي الاهلي يعني الحمد لله حصل على حوالي 13 بطولة بالظبط، دخلت مراحل التدريب الكارير بتاعي انا يعني شفت ان انا لازم اخش كارير التدريب ما ما ينفعش يعني اخش حاجه لازم ما تخشش باسمك بس او مزبوط. باللي انت عملته بس. انا حاولت الحمد لله اول حاجه عملتها اشتغلت سنتين مساعد بدات في فرق 2007 2007 بعد كده 2003 مساعد سنتين اول ما مسكت مساعد طلعت على هولندا عملت معايشه في اكس الهولندي واندوفن الهولندي خلاص وبعد كده الحمد لله بقيت اقعد محاضرات مع ناس المان من هنا بيجوا في دبي كان في ناس المان بروح احضر محاضرات خاصه حاجات كده يعني فلازم تشتغل وتطور من نفسك الكوره كل يوم فيها جديد والعلم في الكوره مهم جدا تفاصيل مهمه جدا في المدير الفني ازاي تبقى الاداره الفنيه دي مش ان انت مثلا تستمدها من خبراتك السابقه كلاعب وبس لا خالص الموضوع اكبر من كده بكتير ودلوقتي بقى علم وتفاصيل وحاجات كتيره جدا الحمد لله الثلاث سنين التانيين طبعا تدرجت في التدريب الفني الحمد لله 2005 و2003 وفريق الشباب كل دول انا ماسك فيهم مدير فني. طيب انت بقى كشريف اهدافك وطموحك ايه؟ خلاص تمام. طيب هو انا كشريف عبد الفضيل لما اجي اطلب حاجه من كابتن خطيب اروح اقول له انا عايز امشي؟ ما ينفعش عندنا الكلام ده ما اقدرش. انا بقول له يا كابتن انا تدرجت في النادي كذا 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 فرأي حضرتك ايه؟ اوكي بس كده انا وصلت لحد ما قبل الفريق الاول رأي حضرتك ايه؟ طبعا اهدافك ايه؟ انا اهدافي لازم انا عندي طموح ليه اهدافي الفريق الاول نادي الاهلي طموح اي حد تمام منتخب مصر تدريب منتخب مصر تدريب فرق كبيره ده الطموح بتاعي دي اهدافي لكن انا طموحي في الناشئين خلاص المرحله دي مش بتاعتي والفريق الاول الحمد لله طبعا عشان فكره ان انت تطلع دايما اهداف بالذات اللي بيشتغل في قطاع الناشئين ده هني التدرج بتاعه عشان يطلع الفريق الاول تمام الفريق الاول بيساعده للمرحله اللي بعد كده خلاص خلينا نكون متفقين ان فكره ان انت تشتغل فريق الاول تبقى مدير فني نادي اهلي تبقى صعبه شويه صعبه ولكن صعوبتها جايه من ايه؟ عمليه القيمه بتاعه النادي نفسه والمكانه والتدرج بتاعك في التدريب مراحله عامله ازاي؟ لا عندنا امثله ما الكابتن سامي امصان مسك مظبوط الراجل اشتغل على فكره كان في قطاع ناشئين بدا وبعد كده خرج بره مسك حرس الحدود صعدها ممتاز وبعد كده الراجل جات له فرصه اشتغل ثالث وثاني وبقى اول مؤقتا وبعديها رجع تاني ورجع تاني مظبوط مفيش حاجه اسمها مستحيل بس امتى هتجي لك ولما تجي لك هتمسك فيها او الناس هتساعدك في ده او الناس هتصبر عليك زي ما بتصبر على الاجنبي هي بقى هنا التفاصيل المهمه في المعايير والحاجات لما بتبقى مسؤول في مكان كبير وقيمه كبيره زي النادي الاهلي هل الجماهير والاعلام عليك هتصبر عليك كمواطن مصري كواحد مصري تطورت في الحته الفنيه بتاعتك كراجل عايز يبقى عندك طموح الناس دي هتساعدك على ده ولا دايما لا سؤالك ده يعتبر كانه سؤال بنفي انك حاسس انه لا الاجابه ما هي لا طبعا صح يعني ما خليها لا ولكن هي اكيد ليها وقتها بس بمواصفات خاصه يعني ممكن الواحد يبقى عارف انه انا فيا المواصفات اللي هتقنع الجمهور اللي ما بيزهقش من البطولات ده اللي عايز البطوله ثاني يوم بعد البطوله الاولانيه فكاريزمتي مع افكاري مع فنياتي شايفها في يوم من الايام ولا شفت بعد قعدتك مع الكابتن محمود الخطيب انه خلاص انتهت مرحله ويلا نخش على مرحله بالعكس ده جدد لي الامال بتاعتي قال لك ايه بص بقى خلق الدوافع عندي بص إيه؟ هنا بقى فن الاداره مع الكابتن يعني كابتن احنا دايما ما بنحبش نتكلم في التفاصيل دي بس النقط دي لازم تتقال مفهوم يعني لما اجي اتكلم مع الكابتن الخطيب في وقت ما ينفعش نقول حاجه في وقت لازم نقول ايوه ازاي خلى في عندي دوافع جديده قال لي اتحرك واحنا في ظهرك اتحرك واحنا في ظهرك وهنساعدك فالكلمه دي كبيره جدا عندي وخلقت لي دوافع كبيره
مش معنى ان انا هخرج معناها ان انا مش هرجع تاني، مش بالعكس لوحدك وكمان احنا في ظهرك وهنساعدك واحنا معاك. فدي طبعا خلقت لي دوافع كبيره وشجعتني ان انا ابدا اتحرك واشوف اهدافي وطموحاتي طبعا في مكان تاني طبعا بعد اذن النادي طبعا والكابتن والاداره طبعا، وبشكرهم طبعا يعني بالكامل، وبشكر طبعا رئيس القطاع كابتن خالد بيبو ومعاه طبعا وليد سليمان صديقي وكابتن بدر رجب بالمناسبه يمكن من اكتر الناس اللي زعلوا ان انا مشيت وطبعا معاه خالد يعني كابتن خالد والناس اللي موجوده، ولكن انا طبعا فهمت وجهه نظري وهو تفاهم ده جدا وكان حزين جدا وقال لي اكتر من مره يا شريف انا عايزك تبقى معايا ما ينفعش تمشي كابتن كابتن بدر رجب يعني كابتن بدر فطبعا انا يمكن والله الله يا كابتن بدر طبعا لانه خبره كبيره اشتغل في قطاع ناشئين بره في دبي جزيره في الامارات نادي جزيره في الامارات طبعا اشتغل فتره كبيره جدا كان هيفيدنا جدا بخبراته اي حد يعني هيفيدك لازم تاخد منه بس طبعا امتى هاخد منه صح في المكان المناسب ليا صح ولا لا بس صح. ايه تحركاتك اللي جايه؟ ده سؤالي اللي جاي، لكن قبليه هسالك عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي باعتبار انك اخر 5 سنوات كنت موجود فيه. يمكن الكابتن بدر رجب ليه النهارده تصريحات على الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيتكلم على ان اختبارات الناشئين في الاهلي بتتم بشفافيه تامه. قال انه حرص على عمل اختبارات للبراعم بدايه من سن 5 سنوات لكي تكون او قاعده قويه من اللاعبين الصغار، واحنا بنستعرض برضو تصريحات على الشاشه اللي بيتم تاسيسهم بشكل مميز بيستند عليها النادي فيما بعد، وقال انه اعتاد على الاختبار للاعبين الصغار في اثناء تواجده في الامارات وجني ثمار تلك الفترة. قال المواهب اللي تم اختيارها من خلال اختبارات بتكون إضافة قوية لقطاع الناشئين مع الوقت الكافي والتدريبات المختلفة، في معايير عدة لاختيار اللاعبين لكل مرحلة سنية معاييرها المختلفة على رأسها السرعة الانتقالية، سرعة الأداء، تسجيل الأهداف في أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب لأن المدربين بيبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكرة والمهارة والسرعة والتحركات. انك تكون عندك كمان شخصية قوية بيمكنك اتخاذ القرار سواء بالتصويب او التمرير او القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح. اللاعب اللي بيحتفظ بالكرة لوقت كبير لا يساعد زملائه في الفريق يصعب الاعتماد عليه، لا توجد مجاملات او وساطة في اختبارات الناشئين بالاهلي. احاول دائما ان اكون عادلا في اختياراتي باقصى ما لدي انا وجميع المدربين لكي يحصل الجميع على حقه. سعيد بالعمل مع اسماء كبيرة في القطاع قادرة على إخراج أجيال مميزة زي الكابتن خالد بيبو، الكابتن أحمد ناجي، الكابتن شطة مدير أكاديميات الأهلي بيتعاون بيعمل كل الدعم لعدد من مدربي الأكاديمية للمساهمة في عملية اختيار اللاعبين في أثناء الاختبارات. شكر جماهير الأهلي اللي دعمته بشكل كبير بعد تولي منصب المدير الفني للناشئين قطاع الناشئين، هذه الثقة تضع علي ضغوطا كبيرة، أتمنى إسعادهم بتصعيد العديد من اللاعبين المميزين وتكوين اجيال مميزه قادره على حصد المزيد من الالقاب واضافتها الى دولاب بطولات النادي. ازاي بتشوف العمل داخل قطاع الناشئين في الاهلي؟ وهل بتشوف انه بيخرج العدد المناسب اللي بينتظره نادي بحجم الاهلي ولا لسه ما وصلش للحته دي؟ هي دايما بتبقى مرتبطه بالوقت والزمن بتاعك وطيب الفريق الاول لما احتاج في كاس الرابطه عندنا مثل بسيط، كاس الرابطه لما احتاج قطاع الناشئين يخرج خرج وكانوا قد المسؤوليه. ايوه ولعيبه صغيره وفريق كامل يعني انت دايما لما في قاعده عندنا لما تيجي تلعب تصعد ناشئين واحد واحد لازم 2 3 بالكثير وما يلعبوش مع بعض كمان لازم يبقى في مجموعه خبرات ناس متمرسه بكل لعبه قبل كده تقدر تشيل العناصر الصغيره الشابه عشان تقدر تظهر بشكل كويس وسط المجموعه الكبيره، انما تطلع فريق كامل تلعبه وقدروا طبعا بعد قرار الكابتن محمود الخطيب وده النجاح من ضمن فن الاداره وده نجاح الكابتن الخطيب برده من ضمن يعني لما قال الوقت ده هيتم تصعيد جميع الناشئين وهنريح جميع اللعيبه الكبار للراحة وبدأ عملية إحلال وتجديد للفريق. دي المرحلة اللي هي بتاعت سواريش تحديدا سوارش اللي بعد السوبر بشوية دي مرحلة بعد بعد دي مرحلة مش كاس الرابطة مرحلة سواريش ما دي مزبوط. مرحلة سواريش ايوه تم تصعيد الناشئين مظبوط خلاص لعبوا فده القرار بتاع كابتن محمود خطيب ساعتها كان لمصلحة الفريق وبالتالي شفنا النجاحات دي كلها ده النجاحات مظبوط. شوف كم البطولات اللي تمت الحمد لكن لما تبص على من استمر من هؤلاء الشباب هتلاقيه مش كتير أنا معاك في دي طيب خلينا نقول النادي الاهلي الدرجه الاولى طيب انت عندك قدره تصبر وتشوف عناصر شابه انا على فكره لما كنا موجودين انا طلع معايا محمد هاني رمضان صبحي ايوه تريزيجيه
خلاص ايمن اشرف وسعد سمير والناس دي كلها، بس سعد وايمن طلعوا خدوا سنه اعارات وبتاع ورجعوا. مظبوط. ماشي. طبعا في كان اسلام محارب، كريم نيدفيد، بشوف انا عمال اعدلك. أيوة. في كتير. ايوه عشان مش عايز انسى حد. عمرو جمال. كل ده ناشئين نادي الاهلي. لا ده خلي بالك بقى. انا بكلمك على شويه اللي ظاهرين اللي معروفين. غير بقى بص دور في دايما الدوري كله. هتلاقي عناصر كتيره جدا من ناشئين نادي الاهلي. ايوه مفهوم. فدايما ناشئين نادي الاهلي هتلاقيهم مختلفين في اي حته وهتلاقيهم متواجدين. ولكن طيب انا نادي الاهلي دلوقتي التيم اللي موجود ده فرقه سوبر. انت معاك لعيبه محترفه برازيليين بره موجوده احتياطي. ناس كتيره جدا عناصر موجوده بتبقى بره التشكيل خالص. طيب احنا مين اللي متصاعد عندنا؟ عندنا محمد اشرف، احمد كوكا لعيب الوسط، رأفت خليل. ورأفت خليل مواليد 2004. ايوه متصاعد من الفريق الاول. وده اللي هو كان بيلعب باك ليفت، وانا طبعا الحمد لله قدمته لجناح الجناح. وكان هداف الفرقه سنتين ورا بعض. وعنده القدرات الهجوميه على اعلى مستوى. امتى هياخد الفرصه دي؟ دي تبقى راجعه دايما للمدير الفني. طيب مدير فني اجنبي ده عايز ايه؟ انت فرقه بطوله وبتحاسبني على بطوله. انا كراجل هيقول لي هات لي لعيبه سوبر. سوبر خلاص. عشان اكسبك البطوله. وبدليل انت لو تفتكر كولر في اي مؤتمر صحفي كان بيعمله في فتره كان محمد شريف في نسبه التهديف قلت شويه. نسبه التهديف قلت في فتره ما. مظبوط. الراجل صرح في كذا تصريح قال لك انا محتاج راس حربه صريح. الراجل ده حلو يعني من ضمن صفاته القويه انه بيواجه. يعني بيروح يقول للعيب انت مثلا سيم زي ما احنا سمعنا في الفتره الاخيره مواجهته لايمن اشرف. قال له انت رقم خمسه معايا. وطلع في الاعلام قال لمحمد انا عايز ده في المؤتمر الصحفي قال انا عايز فرود صريح عايز محتاج فرود. بالمناسبه ايمن اشرف رجع التدريبات امبارح الجماعيه بعد ما كان ابتعد فتره عن التدريبات وبقى بيتمرن منفردا. رجع امبارح ورجع النهارده وشفنا له صور في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. اللاعب الوحيد اللي ما خدش ولا دقيقه ولا فرصه. فايمن لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب خبراته كبيره جدا ومن ناشئين النادي ومن يعتبر من كباتن الفريق. فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرمه يبقى في فرصه، لان لو خد فرصه ايمن هيبقى ليه تواجد ضمن الفريق يعني بشكل كبير يعني. لكن هياخد فرصه؟ من الواضح انه لا بالمعطيات اللي قدامنا. هو يعني الراجل خلاص هو خلي بالك الراجل ده مع من بدري هاني حاطط سيستم رولز كده وتفاصيل ما بيغيرهاش. وحاطط نقاط. كل مركز عنده فيه الاثنين واحد واثنين وثلاثه. خلاص من بدري. مظبوط. فهو عنده الاماكن مليانه خلاص. وضحت يعني. فطبعا دي ناحيه فنيه في الاول وفي الاخر. وانت بتحاسبه على البطولات والراجل بيجيب بطولات ونواحي فنيه والراجل بيأدي فنيا. فهتقيمه هتقدر تقول له لا؟ شريف عبد الفضيل ايه مراحله المقبله بعد ما خلص مرحله قطاع الناشئين في النادي الاهلي والاهلي قال له بقياده رئيسه يعني احنا في ظهرك؟ ان شاء الله طبعا يا ان شاء الله كلها تبقى حاجات في الدوري الممتاز باذن الله يعني ان شاء الله. انت عارف لسه السيزون طبعا لسه ما خلصش وحتى الدرجه الثانيه دايما الاهداف بتبقى كده. يا اما تبدا مدير فني. أيوة. من الدرجه الثانيه تقدر تاخد خبرات محترمه و... أيوة. وتصعد فرقه وتفرق معاك كتير جدا لان انا ماسك فريق الشباب ده فرقه انت عارف يعني فريق الشباب فريق الشباب فريق اول يعتبر فريق اول لعيبه كبار كلهم. فالحمد لله عندي خبرات كويسه جدا في التدريب. يا تبدا في فريق من الدرجه الثانيه يا بتشتغل مدرب عام. ايوه مع حد اسمه محترم يقدر يفيدك فنيا خلاص وانا برضو اساعده بخبراتي وبالحاجات اللي عندي اقدر. أيوة. اساعده واتعلم منه. تمام. ده مهم جدا بالنسبه لي. او ان شاء الله اتمنى طبعا يبقى لنا دور ان شاء الله في منتخب مصر يعني. هل ده طموحك؟ هل في تحرك ناحيه ده او في تواصل تم؟ بتكلم على اخر حاجه تحديدا قصه المنتخبات على مستوى الفئات العمريه. طبعا ان شاء الله لما الحمد لله لما بواحد زيي باللي بحكيه لك ده كله خمس سنين خبره في قطاع في قطاع الناشئين في المراحل السنيه اللي هي عليها اختبارات دلوقتي يعني اللي هتقام عليها الاختيارات المديرين الفنيين. أيوة. والمدربين في 2005 و2007. فطبعا اكيد اول حد لازم يتحط او يكون موجود الناس اللي اشتغلت في المجال. أيوة. نفسها وفي الاعمار. أيوة. السنيه دي. تمام. فالحمد لله انا موجود في ده ان شاء الله يعني. إذا مدير فني أو مدرب عام أو عضو في الجهاز الفني لأي منتخب من المنتخبات اللي بيتم تكوينها دي طموحاتك المقبلة في الفترة الحالية؟ مش عضو، خلينا في المدير الفني أو مدرب عام. ما تنزلش واضحة. واضحة تمام. حلو. أنا كنت عايز أخد منك التوضيح ده. طبعا ما فيهاش لأنك
بتقول انك خلاص انت كنت تعتبر فريق اول في النادي الاهلي، والحمد لله يعني يمكن انا الحالية. اكتر من مره كنت مرشح أيوة. للفريق الاول، بس انت عارف طبعا الفريق الاول دي النادي الاهلي يعني ربنا يزيد البطولات يعني صح. فطبعا عمره ما بيحصل اي تغيير فوق صح. غير لما بيحصل فيه اخفاق أيوة. فربنا ما يجيب اخفاق في النادي الاهلي إخفاق. دايما مظبوط. فطبعا النادي بتبقى المرحله دي صعبه شويه صح. فيها يعني. ترشحت للفريق الاول في الاهلي اكتر من مره، اعتقد ابرزها وقت موسيماني لما كان هو اللي متولي المسؤوليه. كانت ايه تفاصيل القصه وازاي تلقيت الخبر وازاي ما تمتش الامور في الاخر؟ انا معاك في الحته دي. يمكن في ناس تانية طبعا تم ترشيحها، يمكن كابتن محمد شرف هو مزبوط. اللي ترشح، كان راجل خبره واشتغل اكتر بره، مع اشتغل مساعد ثالث اكتر من مره في حتت بره يعني الراجل. فكان وهو كان اشتغل مع سامي مصنع قبل كده، مع كابتن سامي قبل كده، فكان وجهات النظر قريبه شويه مفهوم. فهو خدوه، بعدين قال لك هو هيطلع فتره وهينزل على طول. هاي. انما لو طلعت شريف عبد الفضيل هيتحرق. ما ينفعش اطلعه الفتره الصغيره دي وانزله تاني. فدي وجهه نظر انا احترمتها جدا وكنت متقبلها جدا. لو تلاحظ حتى انا الموضوع بالنسبه لي كان ولا حقيقي، وكنت انت عارف عندنا في النادي ما بنتكلمش في تفاصيل مش بتاعتنا، ما اقدرش اعدي خطوه مش بتاعتي. يعني ما اقدرش اروح مثلا لعضو مجلس اداره او الكابتن اقول له انا ما طلعش ليه، استحيل تحصل. ما ينفعش اروح لسامي كابتن سامي اقول له ما خدتنيش ليه، ما تحصلش. مفهوم. يعني مفهوم. دايما بتبقى حاجات استشاريه للناس اللي عندك مش تمام. اكتر يعني بس. تمام. وتقبلت ده جدا، ودلوقتي بتبدا مرحله جديده بنتمنى لك فيها كل التوفيق ان شاء الله كابتن شريف، لانه يعني من واقع الناس اللي اشتغلت معاك واللي شافوا الشغل بيتكلموا قد ايه موهبه قادمه على مستوى التدريب. قلت ان ممكن تشتغل مع مدير فني تتعلم منه، تفيده بخبراتك انت كمان كلاعب او بالزبط. كمدرب، وتستفيد منه وتتعلم منه. مين مدرب بتشوف ان المدرب ده لو اشتغلت معاه عن قرب هطلع باستفادات تزودني انا كشريف عبد الفضيل؟ بص يعني احنا عندنا في الدوري المصري كم مدربين محترمين جدا وقيمه فنيه عاليه، ودايما الكوره في النواحي الفنيه خلي بالك اللي بيساعدك الاستقرار، نواحي اداريه وماديه وجماهيريه بتفرق كتيره جدا مع الفرق واستقرار الفرق. طبعا مش عايز اخوض في تفاصيل اكتر من كده، ولكن تمام. عندنا يعني خلينا مدربين مصريين كلهم، مثلا عندك كابتن علي ماهر، كابتن ايمن المزين، كابتن احمد سامي، ماشي، كل دول عناصر. كابتن شوقي غريب خبرات كبيره جدا في المقاولين. معايا بقى عشان ما انساش الاسامي كلها. تقصد اي كابتن ايمن الرمادي؟ ايمن رمادي سوري في اسوان. طبعا كابتن ايمن المزين اسم محترم يعني طبعا، لو بس ايمن المزين في الدرجه الثانيه. بالظبط اسمه بالزبط. كويس جدا. ليه مزبوط. الدرجه الثانيه ده عندك مجدي عبد العاطي عامل شغل مزبوط. كويس جدا مع زد، مع زد وصعد للدوري الممتاز. واحمد رؤوف هنا بقى يعني نقطه، احمد رؤوف عنده كام سنه؟ 36 سنه صح؟ رؤوف اظهر مني بسنتين او ثلاثه تقريبا. احمد شغال حقيقي وبدأها برضو بخطوات بالزبط. بعلم كمان احمد يعني احمد رؤوف كان ما كان شغال معاه، كان شغال في قطاع ناشئين في الزمالك انا والتدرج، ومسك سنه في مسك ثلاث شهور تقريبا في الفريق الاول في الزمالك. ايوه فدي بقى فرقت شويه، بدأ يشتغل مسك بورتو تقريبا السويس، ومسك فرقه ثانيه، وبعد كده مسك بلديه المحله في الدرجه الاولى، مسك المصري بالسلوم، مصر لعب حتى قدام الاهلي في كاس مصر لو تفتكر النسخه وعمل اللي فاتت كويس بالزبط. جدا صح. هنا اللي بنتكلم عنه صح، هو انت فكره المدير الفني الشاب انت بتقيمه ازاي؟ اولا المدير الفني اللي بيبقى طالب عنده افكار جديده وعمليه تطوير، انت دايما لازم تدور على ده. طبعا مع احترامنا لكل الكباتن الموجودين طبعا ده قامات كبيره وبيعلمونا يعني ايه تدريب ويعني ايه كوره، ولكن دايما انت تبص عمليه التطوير في المدير الفني ده، الراجل ده بيتطور من نفسه ولا ما بيتطورش؟ بتفرق كتير جدا 100%. عشان طبعا دي نقطه كبيره. طيب هروح معاك للاهلي في وضعه الحالي بعد التتويج. واضح ان العيون مع كمان انفتاح الانديه ورغبات الانديه كلها في ان هي تتقدم خطوات للامام، وماشي ان انا طول عمري واقف كفريق صف تاني، فحتى انديه الخليج مش بس في السعوديه، بل في السعوديه، بل في قطر، بل في الامارات، بتحاول ان هي تدعم نفسها بابرز اللاعبين اللي حوالين المنطقه. فالعيون على لعيبة الأهلي بشكل واضح الفترة الحالية، بنتكلم على حسين الشحات، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على محمد الشناوي، بنتكلم على ديانج، بنتكلم على أفشة، كل الأسماء دي ما بين تقرير والآخر بيتكلم عن عروض ليهم. شايف إزاي تعامل الأهلي في المرحلة المقبلة وإنت متوج بأفريقيا
وعايز تفضل تتوج بافريقيا. ده حقيقي. يمكن انا في الفاصل حتى اتكلمت معاك قلت لك يعني اذا ما كانش لعيبه النادي الاهلي اللي هيجي لها عروض، امال مين اللي هيجي له؟ انت واخد كل ما شاء الله كل البطولات اللي في افريقيا انت حاصل عليها، فبالطبيعي والبديهي ان كل العروض اللي هتجي لك هتيجي لعيبه النادي الاهلي. ايوه تمام. انت تقريبا كمان كولر بالمساعدين جاي لهم عروض. يعني كل الناس جاي لها، لان فعلا لان انت مفيش حد بيتكلمش غير عليك. تمام. يعني ما بتتكلم على كم اللعيبه دي بالعروض دي، عروض سعوديه، عروض قطريه، عروض من الامارات ومن دوله الامارات الشقيق طبعا. مظبوط. كل الدول دي عندها استقرار مادي كبير جدا واداري خلاص، ومستوياتها كمان في الدوريات بتاعتها بتعلى بشكل كبير، بالذات الدوري السعودي. مظبوط. والدوري القطري، وبالذات من فرق الخليج، دول الخليج في الدوريات بتاعتها بقت قويه جدا. ايوه. فبعرضها بالتالي عاليه جدا. حقيقي. عاليه جدا ومغريه جدا. اعلى بكتير مما يتم تقاضيه هنا في مصر. ومغريه جدا. حقيقي. طيب هيتم تداوله ازاي بقى؟ وازاي الاداره هتتعامل في المواقف دي؟ انا من خبرتي السابقه، انت عارف النادي الاهلي ما ينفعش تيجي تقول له انا همشي. خلاص. وفي نفس الوقت انا بحترمك، انت لعيب ليك عندي قيمه وليك عندي رصيد كبير جدا. وبالتالي بص النادي الاهلي اتعامل ازاي مع حمدي فتحي. اول ما جاله العرض رسمي على الورق وجيه في المكاتب وقالوا له يا جماعه في عرض اهو اتفضلوا. النادي الاهلي قال لك ايه؟ قال لك عشان حمدي هنقلل قيمه العرض عشان هو نديله فرصه، الراجل عمل معانا دوره فاحنا نساعده. بص بقى شفت انا جبت لك من الاخر. ايوه. حضرتك لو عندك عروض النادي الاهلي هو اول حد هيساعدك على فكره. كده كده النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. تمام. خلاص. وصل ل 3 مليون العرض في النهايه دولار. كان في البدايه كان الاهلي طلبات اربعه في الاول، فنزل لك مليون دولار. يعني وكمان يعني انت بتتكلم وفي ناس تانية هتاخد نسبه زي فريق امبي لين. حق رعايه وحاجات كده، ده طبيعي جدا. يعني والنادي الاهلي ما بصش لده، بص لمصلحه اللعيب كمان. فاي لعيب هيجي له عرض النادي الاهلي صدقني هو اول حد هيدعمك. لو حس ان انت اللي عايز تمشي بما لا يضر الفريق طبعا. فازاي هتتعامل مع المشهد المختلف ده؟ كذا اسم ممكن يمشي وفريق عايز يفضل يتوج بالالقاب. بص يعني انت ما تجيش تضغط عليا بالعروض. تمام. انا دلوقتي لما يجي لي حمدي وانا خلاص وافقت فهتجي لي مثلا واحد فلان وعلان وفلان، ما ينفعش مش همشي انا ثلاث اربع لعيبه، مش هينفع. انت كده بتضرني انا كنادي. أي. لا انا معايا بيني وبينك عقد. ما العقود بتتعمل ليه؟ عشان تحترم. مظبوط. تعالى حضرتك انا دلوقتي لسه فاضل عقدك سنه او سنتين. ما تضغطش عليا بعروض من بره عشان ازود لك قيمه العقد والتفاصيل الصغيره اللي مالهاش لازمه دي. حضرتك احترم قيمه العقد. انما طيب في وقت بقى يعني بيطلع كلام من هنا وكلام من هنا. بيضر التفاوض، بيضر اللعيب. خلي بالك بمعنى ان انت في النادي الاهلي عمره ما بيتضر. النادي الاهلي عمره ما بيتاثر بحد، يعني لازم تبقى فاهم ده، واحنا كلنا مجربين ده عشان تبقى عارف. شفناها في حالات كلنا مشينا قريبه وسابقه. هاني كلنا مشينا. مزبوط. وفضل النادي الاهلي وهيفضل ليوم الدين، لانه السيستم في الاخر هو اللي شغال. بص خلينا نتفق احنا هنا بمبادئ معينه معموله، مبادئ النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ده كده كده هيفضل موجود بينا ومن غيرنا. ايوه. خلاص واحنا مشينا جه غيرنا وبرضه بيكسب وبياخد بطولات. مظبوط. فما تحسسش نفسك، اوعى تفكر ان انت في حاجه هتقف من بعديك. اوعى تفكر. ليه بتحس ان في ناس ممكن تكون بتفكر كده؟ هل شايف ان ده موجود دلوقتي؟ طبعا. لا بص يعني انا كنت لعيب كوره. احساسنا واحنا بنلعب مختلف. وثقافتنا مختلفه. بتحس بنفسك شويه. يعني لازم تفهم ان كل لعيب كوره، وانت فاهم ده كويس جدا، وانت عارف يعني لعيب كوره. انا عارف طبعا. انا عارف طبعا. انت طبعا. يعني انت لما بتيجي تتكلم بالذات انت يعني انت من الناس اللي انا بحب اتكلم معاها، لان انت بامانه يعني انت من الناس المثقفه ومحايده جدا وبروفيشنال جدا في شغلك بامانه. شكرا. يعني شرف ليا رايك ده بجد يعني. شكرا. فقيمه اللعيبه عقليات مختلفه وثقافات مختلفه وكل واحد جايب من بيئه مختلفه. خلي بالك كل لعيب الكوره ده يا هاني عامل زي السمك. لو طلعته من الملعب يغرق. ايوه. لو طلعت السمكه من الميه هتغرق. تمام. بالظبط هتموت. تمام. فلعيب الكرة لو طلع من الملعب يقول لك المدير الفني ده بيكرهني. لو ما لو الإدارة ما نفذتش طلباته واديت له عايزه، إيه ده؟ طب أنا همشي بقى، وريني هتعملوا إيه؟ هي الأفكار دي كلها موجودة عشان تبقى فاهم. هنا بقى الثقافة اللي بكلمك فيها، نرجع لعقلية بسرعة نروح على طول على محمد صلاح. المنتاليتي بتاعت صلاح هي دي. إزاي
هتتم عمليه التفاوض بهدوء عشان تلعب في نادي كبير بدون ان تضر نفسك. تلعب في نادي كبير، خلي بالك، تلعب في نادي كبير وليه جماهيريه والناس رقم واحد عندها هو النادي، انسى. كابتن شريف، انا مش عارف ليه حاسس ان انت بتوصل رسائل للعيب معين. لا خالص، بالعكس، لا انا بتكلم بشكل عام. بتكلم بشكل عام، بشكل عام جدا يعني. طيب انا رسالتك دي انت بتتكلم بيها في الاخر، اللعيب لابد ان يحترم تعاقده طبعا مع النادي. طبعا. ماذا لو لاعب عقده بيخلص بنهايه الموسم ومعروض عليه عروض خارجيه زي ما اتكلمت ان هي مغريه جدا، وهو هنا في حالتنا اللي عايز اتكلم عليها بخبر وعايز اعرف رايك فيها، حسين الشحات. حسين الشحات عقده بيخلص بنهايه الموسم، وبالتالي احنا دلوقتي ما بين اما تجديد التعاقد او الرحيل، واللاعب لسه حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق جديد حول تجديد التعاقد. نسبه المشاركه والاعلانات هي ابرز النقاط الخلافيه حتى الان، انه مش عايز يبقى في ربط لمشاركه او اعلانات عشان يبقى كل ما ده بيحصل يبقى صافي ما سيتقاضاه حسين الشحات جيد نسبيا مقارنه بالعروض الخارجيه اللي واصله اليه. تعالوا نستعرض ابرز الجديد في ملف حسين الشحات وبعديها اخد راي الكابتن شريف عبد الفضيل، لان المهندس عادل القيعي رئيس شركه الكره علق منذ قليل على هذا الامر. في جلسه مرتقبه اخيره بين اللاعب والاهلي لحسم الملف بالتجديد او الرحيل. اللاعب يمتلك ثلاثه عروض من الدوري القطري والاماراتي والسعودي. طبعا مش محتاجه توصل للاهلي لان العقد منتهي، من حقه دلوقتي يتفاوض. ام صلال القطري احد الانديه التي ترغب في ضم حسين الشحات. المقابل المالي الذي سيتقاضاه الشحات خارج الاهلي يصل لقرابه ال 70 مليون جنيه، قيمه عقد الشحات مع الاهلي في اربعه مواسم سابقه ونصف الموسم 24.5 مليون جنيه، اعلى راتب وصل له الشحات في تعاقده الموسم الحالي وفقا لعقده يصل الى 7 ملايين جنيه طبقا لعقد كان قد انتشر حتى منذ سنوات اعلاميا. راتب الشحات في العين الاماراتي قبل الاهلي بلغ مليون ونصف المليون دولار في الموسم، وصل في بعض الاحيان ل 2 مليون دولار مع مكافآت المشاركه في المباريات والبطولات المختلفه زي كاس العالم للانديه. تنازل عن مليون دولار من مستحقاته لتسهيل رحيله عن الاهلي، وده اتكلم عنه المهندس عادل القيعي من شويه ان اللاعب ضحى كثيرا للانضمام للاهلي. بلغت قيمه صفقه انتقال حسين الشحات من العين للاهلي 5 ملايين دولار في عام 2019. ماذا قدم الشحات مع الاهلي في الاربع سنوات ونصف؟ هو شارك في 172 مباراه، سجل 39 هدف، صنع 42، لعب 30 مباراه هذا الموسم، سجل خلالها 7 اهداف وصنع 10 اهداف، توج ب 11 بطوله مع الاهلي، لقبان لكل من الدوري والكاس والسوبر المصري والافريقي، وحصل على دوري ابطال افريقيا في 3 مرات. عداني بسنة اهو في البطولة. خدت بطولتين بس. هو الجيل ده عمل بطولات كبيرة. عمل حقيقي. بص، خلينا نتكلم دايما في مسألة التفاوض دي، يعني بيتم كالآتي. قيمة اللعيبة الفنية من الناحية الفنية كمدير فني حضرتك، حسين الشحات قيمته عاملة ازاي عندك؟ تمام. لا، ده لعيب أساسي ومنتخب مصر وعامل من أحسن المواسم حسين الشحات دي. حقيقي. تمام كده؟ أفضل فترة مع الأهلي هي دي. طيب. رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي قال إيه؟ المهندس عادل القيعي. نقرا لك التصريح بالظبط؟ لا لا لا. انا عارف. قال ايه؟ قال لك حسين الشحات الراجل تنازل عن مبالغ كبيره، ها، ومبالغ مش عاديه، ده بتتكلم في مليون دولار، مليون ونص دولار. مزبوط. تنازل عنها. وهو جاي عشان خاطر يجي النادي اللي بيحبه. يبقى حسين اوريدي عامل معاك قبل كده. مظبوط. حاجات كبيره جدا عشان يبقى موجود في النادي ده. تمام. حسين لا خلاف انه بيعشق النادي الاهلي. تمام. وده بان الراجل لما كان في قمه تالقه في الامارات، صح كده؟ كان في الامارات، في العين. في العين الاماراتي. وتالق هناك الراجل وتنازل عن كل شيء عشان يبقى موجود هنا. ايوه. كل الحاجات دي بتتحط في الاعتبار، وبدليل ان رئيس شركه الكوره المهندس عبد الخالق اتكلم في النقطه دي بالذات. ما النادي ما بينساش. لكنه قال انه قد يكون دلوقتي بدا يفكر بفكر احترافي شويه، ولكن لا اظن اللي بيتقال دلوقتي ان هو عايز يمشي او يعني بيعارض العروض اللي جايه له او العرض اللي جاي له من الاهلي يكون ده ضمن تفكيره. ده لاعب قدم وتنازل من اجل الاهلي كثيرا. هل تستشف حاجه من التصريحات دي؟ هي بس مسألة مفاوضات مش أكتر. تمام. أنا عارف إن دي كلها تفاصيل صغيرة. خلي بالك، أصل أنت نسبة مشاركة دي كل الأجانب ما عندهمش نسبة مشاركة. خلاص، دي على فكرة فاللعيب المصري بيبص لها. هي دي دوليا أصلا الاتحاد الدولي عشان ما نفتحش السكة دي.
عشان احنا بنفتح والله يا ريت بلاش يعني بما ان في حاجات بتتفتح الفتره دي فيا ريت عشان احنا عايزين نتقدم لقدام. الاتحاد الدولي اصلا ممنوع حاجه تحط حاجه اسمها نسبه مشاركه في البنود الدوليه في في عقد لعيب الكوره ممنوع تحط حاجه اسمها نسبه مشاركه. ايوه مفيش حاجه اسمها كده. انت بتجيب لعيب انت مطالب تدي له قيمه عقده كامله. لعبته بقى ما لعبتوش دي بتاعتك انت. أيوه. كل ده بيبقى ديل بينك وبينه في العقد. انما مفيش حاجه اسمها نسبه 25% طبعا. تمام. دي انما طبعا في الاتحاد المصري دي موجوده في اتحاد اللعبه كلها اللي موجوده في مصر. دي اللي كل بنود خاصه موجوده. ايوه ده بند موجود. تمام. طبعا يعني فهو الراجل بيتكلم في تفاصيل صغيره وانا اعتقد ان شاء الله ان هي هتتم وحسين هيفضل موجود في النادي ان شاء الله يعني. بمناسبه الاتحاد الدولي بما انك اتكلمت عنه النهارده كان في مسؤولين من الاتحاد المصري لكره القدم توجهوا الى مقر النادي الاهلي وتواصلوا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قدام محمد مجدي قفشه علشان يبلغوهم ان احنا جالنا ده من الفيفا بخصوص استفسار عن الإشارة اللي عملها محمد مجدي قفشة بعد تسجيل هدف في مرمى طلائع الجيش. والأهلي في ساعتها قال لقفشة ما تقلقش حاجة بسيطة جدا وإحنا هنرد وهنبعتها للاتحاد المصري لكرة القدم اللي بدوره سيرد هو الآخر على الفيفا. مع ابتسامة كابتن شريف عبد الفضيل. بص مجدي قفشة يعني هو يعني احنا انا قريب ليه جدا فعارفه يعني. هو على نياته جدا وهو العلامه دي بيعملها لوالده تقريبا بيشاور لوالده بس هي جت منه كده ومش قصده طبعا فحاجات عفويه كلها بدون علم يعني فهي غير مقصوده ومش مفهومه بس يعني فاتمنى ان شاء الله ان هي ما يبقاش فيها مشكله كبيره لا اعتقد هتعدي بس هي ما فيهاش يعني حاجه يعني بس عشان ما ناخدهاش في حته بالظبط كده يعني. طيب شايف الاهلي محتاج صفقات في اي مراكز دلوقتي كابتن شريف؟ انا اعتقد ان هم في دلوقتي في تفاوض على مدافع اللي انا عارفه في راس حربه طبعا ده مستر كولر اللي طالب ده من بدري من اول ما جه طبعا لان انت لو مشي ايمن زي ما مستر كولر بيقول هيحتاج مدافع تاني ومحتاجين راس حربه مع كهربا وشريف يعني بس مش محتاج اجنحه ما انت عندك حسين وعندك بيرستا وعندك طاهر وعندك كل الناس دي مرتبطه بعقود وعبد القادر وعندك عبد وهيمشي برونو برونو بس اللي هيمشي انت بتتكلم في كل اجنحه عندك اربعه الاساسي والبديل بتاعه انا ما بتكلمش بديل لان كلها لعيبه دوليه اصلا يعني لعيبه على مستوى عالي يعني. لان طاهر ده جه في وقت كان هو اللي شايل الفرقه طاهر كان في وقت كان كويس قوي طاهر قبل ما يتصاب كان هو اللي كان كويس جدا فتره معينه في النادي الموسم ده بدايه الموسم كان بدايه الموسم تقريبا او نهايه الموسم اللي فات حاجه كده يعني كان مادي بشكل كويس لغايه ما اتصاب يعني ولكن لو غير انه بيحتفل حلو قوي لا احتفال دي موضوع سطلانه ده اغنيه سطلانه دي انا على نفسي هي لا طبعا هي جت في وقتها وجت هو اللي انا عارفه ان هم كانوا متفقين قبل طبعا متفقين معنى شفت بقى هنا النقطه المهمه ان اللعيبه اوريدي كانت عندهم دافع وعندهم صح. ثقه ان هم يكسبوا صح مظبوط خلاص صح فاللعيبه محضرين الاغنيه اللي يحتفلوا بيها ايوه الطريقه نفسها طبعا احتفلوا بيها دي طبعا يمكن فريق الرجاء كمان طبعا فريق الرجاء انا عايز اتكلم في الرجاء يغنوها الرجاء بداوا يغنوها لفريق الوداد ايوه هنا بقى مش عايزين احنا برضو حته الاحتقان الشديد بين الجماهير وبتاع احنا تقصد يعني نخلي الامور في اطار التهريج تحيز يعني الهزار ما تخرجش عن نطاق يعني. بالظبط كده بس فاتمنى ان هي توصل لكده ولكن طبعا دي لقطه جميله وعملت شو محترم لاغنيه سلطان سطلانه سطلانه تلعب لعبه سريعه جدا يلا بينا الفقره الاولانيه فيها اسمها لعبه اللاعب المثالي هقول لك صفه وانت تقول لي اول لعيب جه في بالك لما قلت الاسم ده ماشي. سواء من جيلك سواء دلوقتي سواء زمان قوي ماشي ماشي القيادة قيادة حسام غالي ضربات الرأس عبد المنعم الإبداع الإبداع حازم إمام التوقع والمساحات توقع والمساحات بيرستاو المرونة بركات التدخلات ياسر ابراهيم رجل يمين شريف عبد الفضيل عندك حق في جون جبته مع الاسماعيلي في طنطا
رقصت 3 من نص ملعبك وبعديها شطت صاروخ من نص ملعب طنطا كده قبل ده ال 18 حقيقي. بشويه. يمكن الجون ده ما حدش شافه خالص يعني. انا شفته بقى. انا فاكره لك لغايه دلوقتي. الجون ده كان في نص ملعبي بالظبط. أيوة. كنا احنا 2 سرد باكين، مين بقى تخيل؟ كنا انا واحمد فتحي. بنلعب سرد باكين. خدتها من نص ملعبي، ما هو جاب الجونين احنا كسبنا 2-1. 2-0. 2-0. وانا اللي جبت الجون احمد فتحي، وكنا بنتراهن على اللي هيجيب جوان في الماتش ده، لان احنا اكتر 2 كنا بنصعد. خدتها من نص ملعبي، واحد والتاني والتالت، وعنده 18 شطها راحت في الثمانيه يعني. رجل شمال وانا بختم اهو خلاص. رجل شمال رجل شمال مين؟ رجل شمال شويت، رجل شمال لا جيلبرتو كروسات. جيلبرتو كروسات. آه. مين المشاكس لعبه الالقاب؟ 3 4 القاب هقول لك عليهم. المشاكس المشاكس خلينا دلوقتي في قفشه. بعد اللي عمله ده. قفشه قفشه ومحمود وطاهر بقى. وطاهر عشان سطلانه. العصبي العصبي عصبي حسام غالي. حسام غالي. المثقف ده قبل الاخير. المثقف ابو تريكه. ابو تريكه. ابو تريكه من الناس اللي بتقرا كتب كتير جدا. ما شاء الله. والله لا كان زمان اللي بيقرا ده دايما بيبقى مختلف. لا ابو تريكه من زمان كده. واخيرا الرايق. 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 ابو تريكه. ابو تريكه. كابتن شريف عبد الفضيل نجم الكره المصريه، انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. مبسوطين ان شاء الله بالخطوه اللي جايه، لان متفائلين بمدرب كبير، وان شاء الله المره اللي جايه نلتقي بيك وانت عامل نجاح كمدير فني او مدرب عام ان شاء الله. متشكر جدا يا هاني، وكنت مبسوط جدا بوجودي معاك النهارده، وانت بجد من الناس المحايده جدا في الاعلام الرياضي. شكرا. في مصر والمثقفين جدا والقليلين جدا في شغلهم اللي ناجحين. بشكرك متشكر جدا بوجودي معاك النهارده. نورتني وشرفتني، ودايما كل التوفيق ليك ان شاء الله. متشكر جدا يا هاني. شكرا. نورنا الكابتن شريف عبد الفضيل، وانتم كالعاده منورين برنامجكم الماتش. غدا باذن الله لقاء جديد في تمام 11 مساء، حتى نلتقي. تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.